سوالي مثلا لما كواح لقيا باينا إدادان دوني دا السوق كان تكتوى اللي نتشبه وهذا إنجا إستشبيني أو إستورني أو إسبابني أو إصدعني مركا إنه إنجا برت إسكا أصلينا كوي أول باينة هم قريني وين جف أيدا يستن مركا والدقني ما هنا ترى هذا دوني دوا هنا وناتشين يسوى الله ينصر صعدا بعد بعض مغلس سيد هذا مجتمع دولي جبا يمكن يسكر رعينا إنه برواقونه فش كان شرين دوني ده نن عد ومن نحضه دوني دونا وسيد اللوك الحوك بده ولا قانون بنك شرين قانون دولي قانون كدولي قال إنك حوك على باهستا سجدنتي سكوي لا شد دمت ضعف ضم ما يلاليه ما شرته وما دان عدو لهينه ما شرته وما دان عدا سهينه وما تقول الدنيا تكون ولا بواعينك شالي تمر كي سومالي لو شرتي معناه دوم ما هدت كده بدأ يسكي كين ديني يا شالي يمكن وين بوبيا يروح ويا شالي نوي نسكي علين كري نوالين هم قريني من ما أنت أنا ودود بعد يعد ولا با عد ولا با وكم قريني سه بحر ربعين الدين شياقو دت كبر أيه فاشو ستة دت كنبدو دي وددقناشي هودا أما عن طريق القبيل هكسو قلو ورير كودانا هواركو سيدا ملايك توكالين ايهين ريراك لنا اينا الشيادين ايهين أما دمكو دونا هكامارو مثل حديث السياسي هكان نحاركو إنو انتي سنير قوستي رير كودانو قارو لبحا هواركا باينا ايداني وقوشرتو ومدك لك بحو ماشو دونا ايهو كحيو وحويا الاستقرار يا الأمن دك النبدو ده يد جراشي هو يسوق فاش قوة ذا قرب فاش وح قوة ذا ومدى نقال هذا يهرو مركز فاش قوة ذا هو ما حي هلا جاب التجارة ده مقالة ده دقنتي نوردن صدق حفر قفنا خل خليان توصله دواء ليبيا فرمشية فرن اختراف فرن كبا فرن مد باين تردوفه أيوه حكينا يا دواء دي بقولك جرام ملي جرام هان شرتي أو طبعاً ملي جرام كوسو شوي وهل كي كونك شيلين لسين شري يسوق وقطن شيلين سيو إذن سوق الدواء ده إن كاقرة في سهادين يكوف فلان ويكوف كلام مرك دم وحي نقار يانون ده كن عدين جي يسن ميسك ميجا ده قطن ربي مقالة طالعية إنه قطن كوي بيو ده بتنا عافمات كي ومضى يد وحورنا مين خل خلان قربة في سهادين هي إنفايرمنت كي يبي هذا يدجان هل جاي بين هذا ذو كحساب تمين عقد أتسوق كتورتا حي لحسابات ربي سنت هل جاي بقى لكن إنتي النهار كان فرد إذا هديني ولا بقى وضد ذلك مكمل كوسيس على ورق يا عقد كتوره وضد ما الله مرة يا بدو ما لا ينسى هذا كمر كله أجو وهل عقد واحد تورتي أما وهل ورقة واحد تورتي لكن مر كمجتمع عرض من التربية ذا وقاتها نوال بينه هل عقد هل كتوره كوا وضد واحد مسا درين يتسكينا حدمية روكو مركو داوو حدمية عافيمات كينا حمانية هو دا ماشا لغوقا طابا حمانية نولشي نوردن هل عاقادة بابين ايسا مركا لغا أصليا عاقاد بيهي اما قيد لتشري اما ودل لدقاي اما ساد دون طرده ومناخية انفايرمنت كي بيادي يدقانك ومدو ودقنا ايو الربايونو فسادية عاقادة اتسوق كتور تالغي اما مقالدا بين لغا قورو ومرك عبد الله عدو حدمان اي ودوي حدمان و هو اللي بحدمه و هو نو قبل ما عاقد اما وحي يروح حشيش او ميد توري دبت انا قلبه ميد وكذب توري قربه وحي فاشو ستان بلشده عقائد دي افكار تدي دلولينيا وما عن جهل او عن غفله او عن كبر و حضان النقضه دك و امن سنا ايو فاش كيسو ستا وها صورته قال ان القراليهن وها صورت قلق وقبيا مكوه هسين ايهين وها صورت قلق وفلاسفين ايهين وها صورت قلق علماء الاجتماع قوين ايهين وها صورت قلق سلك التعليم كوه كتيرا وحدقين ايهين لكن مركا اللي اقوى وحا اوضه وعقائد دي ومده دين تيه اللي وسوده كيه صحيحة هيد عقائد دي ايو دلولين ايه وحا دلولين ايه فكر كي ومده صحيحة هابو دلولين ايه قار سياسة دي إدارة دي ما ملك فاش ستانو دلولينيا ومرك الله يقول الملوك أما الملك العضود مرك الله صور دافو وحي كدن بيي داتك مسلمين تي وحي قلين مال طائفي رأي مدح نقطة المال العام يقوى أي بوبان مسالح دودونين أي أغان بلشدة أنا إدنينين إذن وبلشدة انتي دي قول فاش قوة ده إدارة قاربة فاش قوة ده وكاقن لالوشك بحين إياه
دون تدنك هذا الدلول نيسا باب كان دعان وحن أردمي وادت فاش ستة. ولذلك دات كبار باكم إذا نيت بوان أكسر بل لقي أبي ما يدعاء بيين هذا الدين تدوبية تصالك هوبا إلهي سبحانه وتعالى ما سود جنين كتاب عن رسول وظنين عن رسولك الله صادره رسول شوح الله صادره إلى ومد قدوة والنقدار إلهي نبي الله محمد وحليه عن بيدي كاهو الرئيسي كدائيو هذا عددك قدوة ده باب إسيد يوتيوب فرتيت كرو فرتيت كرو فرتيت دات كورنان اد وسخايسيد وحد كميت هاي داتك او بدني واحد منيا هذا انت دينت شيغيسو وحكا شيغتيد وحد كمن غانسا كو دينت دومينيا واي داتك انا دات باي مورالويين دات باي دينو هو غامينيا حسن النيه نو سميي وانيكا اون فاش كسيتي حسن النيه ودلوشني دونت هيل داتك سران ديبت كدينو سو كو سران ديبت او غدايو ايو دونت ودلوليني أيها الأحبة أممكو إنت بدن لباتة دا قدها كغتي مادة أي وحي كراد بدن تهي لباتة دا دبدا كغتي مادة مشكلات كالداخل غاهي دون تبدا مرايسا موجدين لكل مساء عواصف بين لكل مساء إن وحاسي هلاقان آد بي ويرتي مرك الله إيقو الدلول إنت لكن دون تهديل الدلول إيوه إن أنا يبد بادا إن العضو اللي بوقع رنيسا تمعنى هذا وحويان بيد هذا المشكلات الداخلية أي كحق بدا مشكلة ده بدا كتي مادة ومتك استابيد هذا وحي كدن تاقودي هذا إيه كمدن تبيد هذا وارا رمضة قال مدى بدا وحكا قيبي إلهي القرآن كوحو كنت المامي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه دك وحي كسو غيين إلهي ما بدلو إلهي إيس بدشو وحب قده هذا كتر أمو يعني وحي إلهي تلمام يا غزوة أحد في سورة آل عمران عن فلي النور يتبنى يا ضدبا إلهي كت عقيبين يا كقور رمي دقال كاسي دقال كا إلهي وحب تلمام يا مسلمين تمركي أي تشتك هيين إني قولي سنيين لكن لباتك قده هذا كتمي إني كتشبين لباتك قده هذا كتمي محيطي وهي علماء إذا هدان بوربو نبو إذا عليه الصلاة والسلام صحابه سكستوا أو دقال قول عيدك هل كاكا سوداء دقنا نما كيبا وحي أركان مسلمين تيو وحجبيي بركة مدى وحي إذا هدان ورمشا محين خفو شان وطال لشبايا أن حولا وحكبو منين الدريرية خالد بن وليد ومركا قالا وعيدا مدين قالا ده هو قامين اياه اياه وحو اركي قدالولا ده وبناناتي ده بتنفر دولي بو حق ده مكسيو وريتيو ماشي بو كسوق علي مسلمين تو حق ده مكسوق علي مسلمين تو اللي كبيه وحي سويدين ان هذا سوى حكاني ودعي الهي ما اراني خالد با حريف هايو انتو حق ده بايدن كقيمي ايدن كبيه محلة الماما وحلة الماما علادو إنا إياقاتينا أني خالد كاهين وهي هداي ماشو عدي اللي أقول تلقى لأي يتشوكتو خالد نمسوهن قريين من صومره ساو قيد با إلهي وحو قرآن كله يقول هو من عند أنفسكم نبتو إذن كايدن كاتمي إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم حتى حديث النبي قال مركضوا في رسالته والنبي عليه الصلاة والسلام كور رميه ومد وقت الذلني ما كل عدّان طال لقى حق بدن دونه كان لي عدّان طال لما أرنين عاد وقى حق بدن أما ترب بدن أما كم بدن حديث النوع كور ربي صلى الله عليه وسلم هذا آخره حديث قصة عدة شيء جيسي أما حديث كي أذناب البقر يقول حدي هذا الربا ده كوبا مشتري سان عين هذا والله هذا دبا ده قبصتان وزرع الرالي كل نقطان يعني هداء الدنيا والنقاقضان والدين تكتكتان إذا أحبارتها يمدحوا للراعضة يمد تجارية بهذا بابك أو بحضان أسا الدين تكتكتان وجهاتك إسكد إسان با إلهي هذا وبالله إذن كو إتحامي إذن دليسته صلت الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم ذل إنما لا ينساري إذن ذل إنما هو النتيجة إما هالسبب
سببته هو ما هي وسبب داخلية وجودها صبالي مثلا لما كوا حلقة يا باينا إذا دان دوني دا السوق كان تكتوى اللي نتشبيه وهذا إنجا استشبيني أو استرني أو إسبابني أو إصدعني مركا إنه إنجو برت إسكا أصلينا كوي أول باين هم جريني وين جف أيدا يستن مركا وأنا عصري ما ينطلع دع عدو محنو جف أيدا يست وما دام يكون دا والله والدقني ما ينطلع دا دوني دوا إنا وناتشين يسوى الله ينصر صعدا بعد بعد ما قال السيد هذا مجتمع دول جباي مكسر راعيين إنه برواقونه فشيء كائن شرير دوني دنا نعد ومن نحظه دوني دنا وسيد اللوك الحب هذا ولا قانون بنك شرير قانون دولي قانون كدولي قانون كحوك على باهستا سجدنتي سكوي لا شذا دمت الضعفاء ما يلاهليه سيد أوجد حديث كان يحط المام يا دونت هذا هداد هذا قد لو نسينا هلاك سميشه انت بدن اني دونت موجده هدا بدك قيمي وحسين اني كو وحكون قونين وهي مجتمع سغا هين لو غاشان كي سليه ورما دبدت سكعليا ما جرت امدا ان عدو لهين ما جرت امدا ان عيد سهين وما تولى الدنيا تكون ولا بو عينك شالاي تمركاي سومااليدو جرتي معناه دوما هدتك دبدا اسك كاين دين يا شلي امكن وين بوبيا اي واخ ويا شلي ري وين اسك علين كرين وا لين هم غرينين ما انت انا ودود بعد يعد ولبا عيد ولبا وكو هم غرينيسا سدا اوجد واخ كلو انه حديثك كان كفايدينا وحنا بقول عليه الصلاه والسلام كوي سرا فتاذوا به وي كلب متن دبي دريمن وي دب صدين كوسي مرمر كود يسو مرمر كود نولش هدي لوداغو ولا بدن دعدو يندعان دكو بنا ادم ملائك ماها مدام بنا ادم يهي دبتو كدح دعضه نوعي دون تبه النقطه لكن دبك استو كدح دحضه دي الهي ديتي سلو عليا حل بيلاده قاب لو غبخو لو حل لبا جرته حسن النيه لكن وحما محلله نيمان كي حقو هوس جوقتي ماركي لا دبصدي حلكي راديان وحو نوقدي ان وح دلولينو وينو بيا دانسن ماركا وحي دادان حسن النيه ان النيه وناكسن تهي فعل كاغا ما وناجيسو هذا وضق الضرع ده ولو أدني يد وأنا أكسنت هاي قول قاري ميسي وهو حديث كنت الماما يا دب بعضي وأدد بار دب شاكتاي ما ها حل لغاده دب كوين با حل لغاده إن دب تا دب كوينان لغو حللين نبي الله موسى إلهي وحقوب براي درس تدريب لغسية تببر نبي موسى سفر با إلهي قليي كل كيسي بوك سفري مال تقبل ليلي ننشوغو خضر ليلة هدو ماشي أو تقيي ننكاسي وحيابو سمي وحيابو سمي نبي موسى ما فهمين لكن وحوار كيني قلدنطي مركي سلو شرحي تصالحان ان دونت بسوق بنو دونت دونت النواب دونت انه شرحيني نبي موسى دونت ودين اي لوح كساري لكن لوح حق بياك ما صار ربي حق صار وكسار وايو ملك الغير انك تصرفت ما بنانت دون انا ضلحين ان ادو لوح كب حساب ما بنانت خضر دون أن الله يبول الله حق سارة موسى وكو ينكروا وحولي دون تن محال الله حق سارة هشيسكي هو روحه هنا نوح سؤال ويدينين تبا تنوغا ما جواب مركز مردن بوك الجواب هو جواب مركز دنب أما الصفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل صفينة غصبا دون تنبو يري وحالها أغون ماشي أنا ينقص عننا بقر دون كستو قرح بدن قاتا شوغا
marka hadaa doon wadaataan doontana ogoona ay leedahay meesha ku socotay ay ku xidhanaysana boqor joogo boqorkan inay doon kasto fiican u qaadayo xaq u banaan yani probability iska jira maba badna wakow inaad tidaahdo aynu dagaalanno ka dhicinno waa laba marka nebi muuse iyo khidir inay isku dayaan inay dagaalamaan oo boqorka ka dhiciyaan iyo inay yidhaahdaan deynagu maxaynu qaban karaynaa oo markaa agoonta doontooda la qaato iyo xalka uu maray khidir oo ah doonta in loox laga saaray xaggeeda sare oo dabeetana markuu arko inaanay doon fayo u ahayn uu iskaga tago agoontana hadhow wuxooda loo kabo saddexdaa xal oo qura jiri kara xal afraad miya garanaysaa xal afraad ma jiro dagaal waxba ku dhicin karin maayaan anigu awoodna uma lihi aan ku dagaalamo dee ha layska qaatana waa agoontiiyo la dulminayo aad wax qaban kartaad waxba qaban weyda xalka qura jiray kanu khidir sameeyey buu ahaa idan mashkilad buu xalilay laakiin muxuu ku xal uga dhigay mashkilad ka yar doontoo dhan in la wada qaato iyo iyadoo loox yari ka maqaya inuu soo hadhawo iyama qoladan uu nebigu tilmaamay hore iyagu maxay xalileen mashkiladaa kuwa saraa dhib sheegtay ayuu wuxuu xal uga dhigay inay doontu degto oo biyo xagga ka raadiyo marka waa mashkilad wuu arkaa laakiin xal ka weyn dhib ka sii weyn buu xal u dhigay oo soomaalida xulusheedu taasay u badan yihiin laba reer baa isdila reer baa nin laga dilaa ama laba nin laga dilaa reerku maxay xal u arkaan saddex inay ka dilaan kuwii saddexda laga dilayna maxay xal u arkayaan inay toban ka soo dilaan marka waxa weeyaan xalkeennu qof bay joogtay la dilay waa dhulmi dhacay qofkanna waa la dilay waa dhulmi labaa la dilay waa dhulmi saddex baa la dilay waa dhulmi laakiin xal miyay tahay inaynu labaatan u dillo kale ma mashkiladaad mashkilad kale ku sii siyaadisay mise waa xal baad keentay waa xalka qoladan faashka sidatay ay wadatay dhib baa laga sheegtay ah biyaha inay meesha la dulmarayaan oo ay dhib tahay laakiin xalkoodu wuxuu noqday maxay inay doonta dalooliyaan sidaa awgeed ayuha laxiba waxa kaloo meesha ka muuqata ummaddu hadday sabirka garan weydiiyo inay isu sabirto iyana ma wada noolaan karayso qolada tan waxoogaaga dhibtii soo gaadhay hadday dhibtaa yar u qaataan maslaxadda guuda ka weyn waa inay wada badbaadaan in waxoogaa biyaa kugu daataan iyo inay dhammaantiin halaagsataan waa yama waxay ka cawdeen waa biyo ku daatay riwaayadka qaarkood waxay leeyihin nimankani wayna dhibeenaha naga tagaan iyay soo korin marka biyuu ka cawday laakiin natiijadii biyaha aada u diiday dadku waxay dhalaysaa in maxay doontoo dhamme ay degto idan waxa meesha ka muuqata haddii sabir la waayo matalan ilaahay subxaanah wa tacaala marka uu tilmaamayo iskhilaafka wa atiicu llaha wa rasuula walaa tanaazacuu fatafshalu watadhaba riixukum ilaahay wuxuu ku gabagabeeyey wasbiruu ina allaha maca asaabiriin waxaa la yidhi ilaahay rasuul adeeca oo ha iskhilaafina haddaa iskhilaaftaan waa daciifaysaan oo dowladnimadiin iyo xooggiin iyo dadnimadiinu waa tegayaa baa ilaahay yidhi laakiin maxaa laynugula dardaarma ugu horrayn wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi mashkilad la waayi maayo marka hore sabir ku day xal inaad raadisana ku day ayuha laxiba waxaan filayaa waqtigii salaada waa gaadhaysaa laakiin waa hal xadiid iyo hal aayo waxaynu wadnaa wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iyo xadiidkaasi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaalaha ku bixiyey ee ah doonta xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa marka cuquubadu inay dadka camimayso nin qudhaa faashka sitoo yidhi meeshaan daloolinaya haddii la sii daayo waxa ka ratibaya muxuu noqonayaa dadkoo dhammi inay degaan dadkoo dhammi ma wada daloolin laakiin sida ay duruuftu tahay baa waxay keensanaysaa dadka oo dhammi inay wada degaan
انت حمها ودا مركا هدان انت صبها ودا اني قبانين انت وايلكا انت عقلك غلا انت قوم طلع هداني كتل قالينين قبطا ما قال دقنتي حفدينا تلي ان با حمينيسا منو كتل قالينين حميه مثل حد يسوك دحركه وبسلاح شخصيه يرا ما وضد النحفر يستوي حقوقي بيا ما بابا ما قصك قكوشة وما كان استجى بس الحق عرب واركي لكن ما يجين بالشدة وين بس الحدا وشرت ما يجين بالشدة وين هداي أقلاطين أنت هسيدا قوة ده مد بالله لوش بحنا مد بكن سمينا مد بالدواء غلط ده مد بكن سمينا هداي بالشدة وين مركا حما هدت ككريب ويدو عقوبة دواء وده ليس إن بيوه إذا كقران أو بلعدو إذا كقرحان أو عروتي إنه نختارون كشرته أو مشاكل كده إنه تربطه أو ده ليس أنا قاري يضرب ما لا يمرنا ويدان والنتيجة دي كذا لطاي وحقاً كريس إنه وحقاً ويدان سأوجد وحنا بقول المامي عليه الصلاة والسلام عقوبته إنه يمرك الدنيا اللي تشوفه ضد كردن هليلس آخر ضد كخو إيمان يعني على حسب النيات وافعاله قفوا البقر في صلاح حسابيا لكن هدي ددك عامدا ما ددك حمها ودا انت ونكسن هدي علم ويدو عيك موت الماميه ايها الاحبه وكان سو غب غبيو حديث كاس النبي عليه الصلاه والسلام ان وقت الماميه وحين افر يا مرك كوات ومد دنتي دو اني اسكو حدنتاي سيابة بدن بيسو حرنت مره داي أمطة هاي ديغان وميل ودا تشوكتا دان تاسي قود ان دات قوة دا إلاليو وعيدة فاشكة وسيدتين لغا قبطو بلشدو مدد بواي يسو اردبت حالكو انانو كفو الحمامين نغا واحد مدى مشكلتك استو انا قبصتا وحي انو حالك وغدقنا بابا كسي دي بضن نبتو بابا سيدو كيسا وحكى له إنه كفهمينا إلهي دين تسوينو حلكو كتيرو لما يحييكو من أيتي دين داعدنا هايو إلهي دين تسوينو قانا إنه حلك إنه كهلينو وحكى له إنه إنت كفهمينا عقوباتك الدنويين إنه قوضة دعيان أما الصالحين أنا هانا أما الطالحين أنا هانا بلشادة ومركة الدنيا كنو شيء عقوبك لي إنه ودهليسو آخرسه كوي النبي قلت المام يجو كعبده كدولين لهلاج الدونه ويا عائشة تري له رسولك يسيو كوان ديجو دجال كان يجو حبك السعنة ودتك وحكي بني يا مسوقا محولا وذا ما هي كتشري ولا وده هلاج يا ابو النبي ثم يبعثون على نيتين حل قصة صارين يدونا آخر النفول بوحي جيس تابع إلى ذي وحي رالي كاهد بيلا ذي وحي تاجر تيلا ذي وحي حلاكو بحصي لا ذي وحي النية طيبة إلى ذي بلد أنت تكقيب قاعدة طيبة كل هذي آخر واقف قف أدونك السه أما وين وضع برارينا ومتشرتين وضع هانينا أما وضع الدومي نادت كادو ليسن بين وضع نقومينا إيه بركينا ما برارا يو بركينا ما مدوم يو إيه بلشد أردامي لبدا نندم بيسر راعيسا ولذلك حديث كوحينات المامية هدين الرب نوناك إن إنه سكوب دينه دنت جود إن إنه كشقيم أحاديث بدن يا آيات بدن بابركا كصار وري باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما وعمل الصالحات رب بدن بقرارك كواركته ولا تفسدون إن بدن بقواركته وإلهي سبحانه وتعالى فساد ككدجية فساد سياسية يمد عقدية يمد نقالية يمد ديجانية وحد دونه بهالنقطة فساد أردن إلهي وأنهي الصلاح أردن يوانا أردن نوالي نفري وحين أبا هنّي كالصومالي هدينو النهي إنه نوارك تدا يالما صومالي قف بو فكره لكن دم قود عليك ما فكرته من مودر نبت قودي مركا إدعا دينا يساق دي بقصوه نغانو يسا يوح مودر يينو سيقو بدبادة يسيقو انتي سيقون تايدا كشقين يينو ليه هاي تادو نوى يدوم يسا تددكو نوى يدوم يسا هذين السوّنا جوّا ذا النقاهنه ونقاوا السماين كرينا صبر يريدونه على مدى الصومالي والويقان
قف كستو السلاح اسكو دقاقا وحوغا عرقلدي markay ka hor yimaadaan buniya jabaayda war kuwani wanaagna ma rabaanaya waqtiga iska luminin buuda ilaahina wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin bulay anbiyaadu imisay sabriye hay karabeen dadka way rabeen inay dadku islaaxaan wanaagsanaada wala ay wayn caaya badoranaysa wa mahdaan biyada maxal ugu sameeyay saahir kaadib waxa kan waxa nabi ay ku dhacday soo quraanka kuma adarag waxa la maagay soo kuma adarag waxa lala dagaalamay soo kuma adarag maxay raadinayeen inay dadka wanaajiyaan inay islaax sameeyaan dadka islaaxa wada hadday han yaraadaan oo marka laba dhagax lagu tuuro ba yidhaahdaan war naga taga meesha doontaan ka dhaco ama marka mashaakil yari ka hor yimaadaba uu faraha ka qaado dadka waayeelka dadka aqoonyahanka waxay u baahan inay safraan wasbiruu ina allaha maca asaabiriin marnaba dadku malaa'ig wada noqon maayo ee weligii saasuba isugu dhex jiraya wuxuunba kala gadisnaanaya kolba mawjadu dhankay u badato haddaad adigu islaaxa badisana xagga islaaxa badanaya haddaad adigu islaaxa ka hadhana dee mufsidiintu ifsaadki waa wadaa joojin mayaane xagga ifsaadka badanaya idan doontaasi ama way dalooshami ama daloolkaynu ka celin وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.